السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أصدقائي، مرحبا بكم مرة أخرى. كما تعرفون يا أصدقائي، دائما الجديد يوميا مع مواقع رائعة ومواقع موثوقة 100% لحد الآن، ولا موقع أسحب منه دائما وموثوق 100%. لذلك يا أخي دائما كما تعرفون أشرح لكم وأنشر لكم كيفية السحب وكيفية الاستثمار وكيفية العمل وكيفية التسجيل في هذه المواقع وما يتعلق بريتمان ترند، ثم أشرحه في هذه القناة لأن هذه القناة خاصة بمواقع الربح أو ما يتعلق من العمل عبر الانترنت مع اثبات السحب، لان المهم هو اثبات السحب. انا اشرح لكم المواقع، جميع المواقع التي قمت بشرحها ونشرها في هذه القناه، شرحت فيها كيفيه التسجيل، كيفيه الاستثمار وكيفيه السحب، وقمت بشرح او بنشر اثبات السحب. المهم هو اثبات السحب، دائما انشر لكم موقع اشرحه ثم مع اثبات السحب. لذلك يا اخي لا تنسى الاشتراك ولايك وفتح الجرس ليصلك كل جديد يوميا. اتيتكم من يوم بهذا الموقع، هذا الموقع رائع جدا، شبيه موقع جولدن بيرديس، عباره جولدن بيرديس عن طيور وهذا عباره عن هذه الاقزام، يعني شبيه ذلك الموقع الذي قمت بشرحه من قبل، موقع عباره موقع الطيور والبيض، يعني قمت بشرحه من قبل، يعني موقع رائع وموثوق 100% ويعمل منذ مدة، يعني شبيه هذا الموقع 100%. وأتيتكم اليوم بموقع بهذا الموقع اللي شبيه ذلك الموقع. للتسجيل في هذا الموقع سأترك لكم رابط التسجيل أسفل هذا الفيديو، ثم تذهب مباشرة إلى الرابط الذي سوف أتركه أسفل الفيديو للتسجيل في هذا الموقع. عندما تضغط على الرابط تأتي مباشرة إلى هذه الوجهة، عندما تأتي إلى هذه الوجهة تذهب مباشرة إلى هنا، تضغط هنا للتسجيل في الموقع، سهل جدا في التسجيل. هنا تضع الإيميل الخاص بك مثلا هكذا، ثم هنا تضع الكابتشا، سهل في التسجيل والموقع صادق 100%. لاحظ معي جيدا هنا، الموقع يعمل مدة 1334 يوما، 1334 يوما وهو يعمل دائما. عندما تضع هنا الإيميل الخاص بك تضع الكابتشا ثم تضغط هنا، تضع هنا الاسم الخاص بك، يعني السرنامه الخاص بك مثلا، المهم الاسم الخاص بك، هنا الباسورد وهنا اعاده الباسورد، ثم تضغط على هذه العلامه ثم تضغط هنا للتسجيل في الموقع. عندما تنتهي من عمليه التسجيل تذهب مباشره الى هنا لتسجيل الدخول للموقع، سهل في تسجيل الدخول، تضع هنا الايميل الخاص بك، هنا الباسورد الخاص بك، ثم تضع هنا الكابتشا. ركز معي جيدا يا اخي في هذا الموقع، لان هذا الموقع يريد التركيز، لان هناك بعض الاصدقاء يتراسلون معي عبر الفيسبوك يقولون لا نفهم كيفيه العمل في هذا الموقع. لذلك ساقوم بشرح لكم هذا الفيديو للاستفادة ولفهم كيفية العمل في هذا الموقع. تسجيل الدخول، تضع هنا الإيميل، هنا الباسورد، هنا الكابتشا، ثم تضغط هنا، ثم تذهب مباشرة إلى دخول إلى الموقع للتسجيل دخول الموقع. نحن قمنا بتسجيل وقمنا بتسجيل الدخول إلى الموقع، ثم تذهب مباشرة إلى هنا. أول حاجة تذهب إلى هنا، هنا قمت بأخذها، يعني المكافأة اليومية بقيت لي 9 ساعات و33 دقيقة، سأخذها دائما لمدة 24 ساعة، كل 24 ساعة تضغط هنا ثم تذهب هنا تأخذ مكافأة مجانية. إذا ليس لديك رصيد أو مبلغ لاستثماره فستأخذ هذه المكافأة المجانية دائما يوميا لمدة 24 ساعة لشراء هذه الأقزام، لأن هذه الأقزام سوف تجلب لك الذهب، سأشرح لكم كيف العمل فيه. عندما تأخذ المكافأة اليومية تذهب مباشرة إلى هنا، هنا هذا عفوا هذا المبلغ عفوا المبلغ الموجود هنا، لأن ليس المبلغ لأني قمت بسحبه، المبلغ الذي يوجد هنا هو مبلغ السحب، وهنا مبلغ الشراء. لاحظ معي جيدا، هنا مبلغ الشراء وهنا مبلغ السحب الذي يوجد هنا، أنا قمت بسحبه من قبل، وهنا مبلغ للشراء. كيفية شراء الأقزام؟ تذهب مباشرة إلى هنا، أول حاجة شراء الأقزام، هكذا تذهب مباشرة إلى هنا، هذه الأقزام تساوي، هذا يساوي 100 نقطة، يعني 100 نقطة يعطي لك سبعة نقاط كل ساعة، وهذا 1000 يعطيك 70 نقطة كل ساعة، وهذا يساوي 5000 نقطة يعطيك 370 نقطة كل ساعة، وهذا إلى آخر هذه الأقزام، هنا هذا هو يساوي 100000 نقطة يعطيك 9650 نقطة. لاحظ معي جيدا هنا، أنا اشتريته اشتريته 4 مرات. سنقوم بشراء هذه، سنقوم أول حاجة ببيع الذهب الذي أجلب لي هذه الأقزام التي قمت بشرائها. أذهب مباشرة إلى هنا لبيع الذهب، هنا عبارة عن ذهب، لا عفوا هنا لاحظ معي جيدا، هنا هذه هي الأقزام، هذه هي الأقزام اللي قمت بشراء، هذا اشتريته 200 مرة، هذا 74، هذا 75، هذا 4، يجلب لي هذه الذهب، هذه النقط. لاحظ معي كم من نقطة لدي، لاحظ معي جيدا، سأقوم ببيع هذه النقط، أضغط هنا، ثم ها أنا قمت ببيعها، ثم أذهب مباشرة ثانية إلى هنا،
لاحظ معي جيدا هنا، لاحظ هذا الرصيد كم هنا 590، يعني رصيد الشراء كم لدي هنا 590. سأقوم ببيع البيض ثم سيتحول هذا الرصيد إلى أكثر. عفوا سأبيع الذهب، أضغط هنا، أنا قمت ببيعه، لاحظ هنا قمت ببيعه، لاحظ كم من نقطة، لاحظ معي جيدا ازدادت النقاط، ازدادت النقاط مبلغ للشراء وازداد مبلغ للسحب، لاحظ معي جيدا. عملية شراء الأقزام، عندما تبيع هذا الذهب الموجود لديك تذهب مباشرة لشراء الأقزام، تذهب مباشرة إلى هنا كما شرحت لكم من قبل. مثلا هذا يساوي 5000 نقطة، أنا لدي 800837، أضع هنا واحد، أشتري واحد مرة، أضع هنا، انظر إلى 35 ستساوي 36، لاحظ معي هنا هذا يساوي 1000، سأشتريه بأربعة 74، سأشتريه 2 مرات، 75 سأشتريه، 76 سأشتريه، 77 مرة، لاحظ معي ذلك المبلغ الشراء الذي ربحته لدي هنا، قمت بشراء به الأقزام لزيادة أرباحي. لزيادة أرباحي يوميا. عملية الاستثمار، إذا تريد شراء هذه الأقزام وليست لديك النقاط هنا، تذهب مباشرة، أسهل حاجة هي تذهب للاستثمار، تضغط هنا لاستثمار من بايو، هذا الموقع يدعم بايو، ثم تختار البنك التي تريد الاستثمار بها، مثلا هكذا بايو، ثم تضع هنا مثلا 100 روبل أو 600 روبل، أو عندما تضع هنا مثلا 100 روبل تريد الاستثمار بها، عندما تذهب إلى بايو سترسل لك بالدولار، سترسل لك بالدولار، لا مشكلة في ذلك. سهل جدا في الاستثمار، يعني تضغط هنا ثم تأتي تختار هنا مثلا أدكاش، ثم تختار هنا المبلغ الذي تريد استثماره، ثم تضغط هنا، ثم تذهب مباشرة لإرسال أموالك إلى هنا. كيفية السحب، كيفية السحب، تذهب مباشرة إلى هنا، تضغط هنا على هذا المبلغ للسحب الموجود هنا، تختار هنا مثلا أنا بايو، ثم أختار هنا يعني عنوان محفظتي هكذا، ثم أذهب مباشرة إلى هنا. أقل مبلغ للسحب هو 5000 نقطة، يعني 50 روبل تقريبا، 5000 نقطة، ثم أضغط هنا ثم أرسل أموالي مباشرة إلى محفظتي في 24 ساعة، يعني موقع سهل جدا في العمل. هذا هو إثبات السحب، لاحظ معي جيدا، هذا هو إثبات السحب، سحبت من هذا الموقع 50 روبل، وهنا أيضا 50 روبل، لاحظ معي هذا هو إثبات السحب، هذا هو إثبات السحب، يعني سحبت من هذا الموقع، ورائع جدا، وهذا الموقع رائع وجميل جدا. الريفيرال الخاص بك تذهب مباشرة إلى هنا، ثم تنسخ هذا الريفيرال الخاص بك، ثم تنشره في الفيسبوك أو بالأصدقاء إذا سجلنا تحتك وتربح 30% لمبلغ الاستثمار للريفيرال الخاص بك، هنا الريفيرال الخاص بك. وهذا كل شيء في هذا الموقع. لأي سؤال أو لأي مساعدة فهناك أترك تعليق سنرد عليك في الحال. وهذا كل شيء في درسنا اليوم، هناك درس جديد وموضوع جديد غدا إن شاء الله، مع درس جديد وموضوع جديد ومواقع أخرى جديدة مع إثبات السحب. لذلك لا تنسى الاشتراك ولايك وفتح الجرس ليصلك كل جديد يوميا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.